المشهد الآن لتكتمل الصورة. كل يوم من 11 صباحا إلى 1 بعد ظهر توالي 11:17 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. موعدنا مع حديث الساعة، شنو يحكيوا التوانسة في مختلف على مختلف المنصات، مع نعيمة. صباح النور نعيمة، أهلا وسهلا. صباح الورد والياسمين شهاب، صباح النور نجم، صباح الخير مستمعي الإذاعة الوطنية وين ما كنتوا. اليوم عنا أربع مواضيع باش نحكي فيها. الموضوع الأول باش نحكي اقتصاد تونس، تسجل فائض بقيمة 1.3 مليار دينار على مستوى الميزانية. باش نحاولوا نفهموا شنو ما الأرقام هذه، خاطر شهاب ونجم كيف ما تعرفوا مش الناس الكل كي نقولوا فائض 1.3 مليار مش الناس الكل باش تفهم شنو معناها الفائض هذايا. الموضوع هذا باش يفسره لنا المختص في المخاطر الماليه مراد الحطاب. باش نتحدثوا زيدا على شروط الحصول على الجنسيه التونسيه، وخاصه بالنسبه لافارقه جنوب الصحراء. كنت تذكروا شهاب ونجم وين نتحدثوا على الوجود افارقه جنوب الصحراء في تونس، ديما نتحدثوا على كلامهم انهم يقولوا انا اولادي مولودين في تونس هما توانسه، اولادي توانسه. حبينا نفهموا من الجانب القانوني هل انه ممكن لافارقه جنوب الصحراء الموجودين في تونس واللي صغارهم يتولدوا في تونس عندهم الحق في الحصول على الجنسية التونسية، وبالتالي باش يتمتعوا بالحقوق اللي يتمتعوا بها التوانسة. الموضوع هذا باش يفهمه لنا ويفسره لنا الباحث في القانون والناطق باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن شحا. موضوع آخر البارح كنا جبدنا عليه، والبارح زاد مجلس الوزراء صادق عليه، وإحنا نتحدثوا هنا على مشروع قانون تنقيح الفصل المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد، واللي كان موضوع افتتاحيتك نجم. والموضوع الأخير متعلق بوزارة الاقتصاد اللي كانت أكدت البارح أنه لا نية للدولة في خصصة شبكة الكهرباء وقال لا التفويت في الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وزاد قالت زاد أنها أعدت استراتيجية الانتقال الطاقي وتمت المصادقة عليها خلال عرضها على مجلس وزاري. كل هذه المواضيع نتابعها في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن حديث الساعة. البداية كيف ما قلت باش نحكيو اقتصاد. الخبر يقول انه الفائض في الميزانية قدر بقيمة 1.3 مليار دينار الى موفى مارس 2024، اي بتراجع طفيف بنسبة 8.22% مقارنة بالنتائج المسجلة موفى مارس من السنة الفارطة 2023، وهذا حسب وثيقة تعلقت بالنتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية نشرتها مؤخرا وزارة المالية. مع عبر الهاتف المختص في المخاطر المالية مراد الحطاب. صباح النور. صباح الورد، مرحبا بيك وبكافة مستمعي الإذاعة الوطنية، وتحية مرة أخرى للإعلام العمومي الذي يسعى كعادته لتقديم مشهد مكتمل ومعلومة ذات مصداقية للمستمعين. ومشكور جدا أنت سي مراد زادة، يعطيك الصحة لأنه أنت الحقيقة متعاون جدا مع الإعلام العمومي لما يتعلق الأمر بتبسيط المعلومة الاقتصادية، لأنه تعرف سي مراد وأنه المعلومة الاقتصادية هي معلومة جافة شوية نحتاج وأنه نفهمها. كما قالت نعيمة منذ قليلة ليش حبينا اتفهمنا شنو معناها الفائض في الميزانية بقيمة 1.3 مليار دينار إلى موفى مارس 2024 وفق الوثيقة اللي تعلقت بالنتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية، وين تنجم توصلنا؟ العفو، شرف لي انا لو كي باش تستدعيوني في الاعلام العمومي راهو وفي الاذاعه الوطنيه بشكل خاص. ربي يبارك لك، ربي يبارك، ربي يعزك وفي برنامجكم الكريم. شكرا جزيلا. نحب نقول اول مره معناتها نجم نبداو بها النقطه هذه، لاول مره منذ 2011 تونس تقطع نهائيا مع العجز في الماليه العموميه و ميزانية الدولة تستعيد توازنها. كيفاش؟ كيفاش؟ الميزانية نتاع الدولة وأي دولة مش تونس بركة، ميزانية الدولة التونسية هي بيان، هي قائمة، يعني هي جدول فيه من جهة الموارد ومن جهة أخرى الاستعمالات. موارد أي دولة في العالم هما ثلاثة أصناف، ثم موارد الجبال وثم موارد الاقتراض وثم موارد الخزينة، والنفقات
تعرفوا سيرتكم كما نفقات العائلة ولا نفقات الشركة. ثم الأجور وثم النفقات التسيير، معناها كما تقول أنت في دارك عندك ماء وضوء وإيسانس وحاجات من نوع هذاك، وثم نفقات الاستثمار. تنجم سيادتك في دارك نهار أنت والعائلة تتفقوا باش تبدلوا البيبان مثلا، هذاك تسمى استثمار، خاطر الباب ما يدومش عام بركة، يدوم أكثر من عام. الفرق بين الموارد والاستعمالات، إذا كان الموارد أكثر من الاستعمالات فنحكيه على فقط، وإذا كان الموارد أقل من الاستعمالات نحكيه على عجز. الميزانية متاع الدولة التونسية كانت عاجزة باستمرار من 2011 حتى العام ناول. من عام ناول للسنة الميزانية من شهر لشهر ومن ثلاثي ثلاثي اتأكد أنه أنها تستعيد عافيتها باعتبار أنها سنة حقت فائض، معناها الموارد فاقت الاستعمالات. به الموارد من جاية بالأساس من الجباية، وتونس عولت سنة على مواردها الذاتية، ما اقترضتش معناها مبالغ كبيرة. ووزارة المالية موجه لها تحية خاصة، نجحت نجاح باهر في استخلاص الجباية بشكل عادل ومنصف وبشكل يعني جدي وفعال وذا مردود، باعتبار أنه إيرادات الدولة بشكل عام زادت بنسبة 12.8% اللي هي نسبة مهمة جدا باعتبار أنها تفوت نسبة التضخم. وموارد الدولة التونسية اليوم المتأتية بالأساس من الجباية هي في حدود 11 مليار دينار، اللي هو مبلغ مهم وتقريبا هو ضعف ما تحتاجه البلاد من استثمارات، من مبالغ للقيام بالاستثمار مدة عام كامل. هو وفق الوثيقة، وانت تحكي سي مراد على العائدات الجبائية، الوثيقة تقول زيادة العائدات الجبائية بنسبة 6.5% أي بقيمة 10.4 مليار دينار. بالضبط، أنا حبيت نحكي في بالمعنى الواسع للكلمة، بالمعنى الشامل، تحديد إيرادات الدولة بشكل عام من غير ما نفصلها، ولكن كلامك دقيق جدا وكلامك مفصل أكثر من العنوان الأساسي اللي قدمته أنا لتبسيط المعلومة للمواطن. هذه حاجة بطبيعة الحال نهني بها سلطة الشرف. نحب أقول لك على حاجة في برنامج سيادتك، استدعيتني مرة وقلت لي راهو مراد برشا ناس خبراء يعني متخصصين ولا مهتمين بالشأن الوطني يقولوا أن تونس مستحيل باش تتخلص من العجز، ومستحيل باش تنجم تكمل 2024 من غير تمويلات خارجية، ومن غير ما وصعيب برشا باش تمول نفقاتها بشكل فيه أريحية. فاليوم قدامنا الأرقام، والأرقام محينة متاع وزارة المالية بارك الله فيها، اللي يتهبط في الأرقام أولا بأول وكل شهر في وقته، الأرقام ما تقول عكسه. واليوم الوضعية اللي احنا فيها هي وضعية إيجابية جدا. تعرف اللي فرنسا وبرشا دول أوروبية اللي عندهم تقاليد في التوازنات المالية العامة وغيره تعاني من عجز في الميزانية. ما نجموش نقارن لما حالة، خاطر كل اقتصاد وخصوصيته، مش معناه الاقتصاد الفرنساوي عنده ميزات على الاقتصاد التونسي ولا العكس بالعكس، لا كل بلاد وخصوصيتها. معظم دول شمال افريقيا وشرق الاوسط اللي يشبهونا هما في حالة متعجز يعني قياسي، عمرهم ما عاشوه قبل جائحة كورونا. تونس راهي عاشت عواصف العاصفة الأولى تاع العشرية اللي بعد 2011، العاصفة الثانية كورونا، والعاصفة الثالثة الحرب الأوكرانية، والعاصفة الرابعة هي التوتر اللي موجود اليوم في الشرق الأوسط، والحرب اللي في الشرق الأوسط اللي هي حرب معناها ضروس وعندها تداعيات كبيرة على التجارة الخارجية، على التوريد، على المواد الأولية، على معناها التزامات الدولة فيما يتعلق بالتمويل. نجم نقدمه شوية بالنسبة لنفقات الميزانية، زادت أقل من موارد الميزانية. ذاك ليش عندنا اليوم عندنا تحسن؟ والتحسن هذا باش يكون دائم راهو. معناها انا اليوم نعتقد اللي تونس قطعت نهائيين مع العجز. كان تتذكروا سياده رئيس الدوله تحدث عديد المرات على انه ضروره انه نعولوا على انفسنا وعلى مواردنا الذاتيه بعيدا عن املاءات اطراف معينه اللي ممكن تتسبب في كوارث اجتماعيه.
وبرشا اطراف كانت تذكر في الوقت اللي صرح فيه السيد رئيس الدوله بالمساله هذه، يعني قالوا راهو صعيب وراهو لا مناص ولا مفر، فيهم حتى مسؤولين في الدوله اليوم ما عادش موجودين لمرحله في الحكومه، لا مناص معناها ما ثماش ان بلان بي وما ثماش امكانيه وكذا وصعيب ونعملوا الاصلاحات وبالشويه، ولكن ظهر انه في نهايه الامر ما صرح به رئيس الدوله و ما افاد به وقتها حتى الكريستينا جورجيفا، معناها هو تحدث حتى مع مدير صندوق النقد الدولي في جوان كانت تتذكر 2020 وكانت معناها وكان حديث بناء جدا بينه وبين السيده مدير صندوق النقد الدولي، وقال لها راهو احنا مش مستعدين باش نخسروا السلم الاجتماعي في مقابل بعض يعني القروض اللي مش بالضروره تمشي للاستثمار ومش بالضروره تفيد الماليه العموميه، المهم الماليه العموميه اليوم تعفات. سي مراد خلينا في اطار التفاعل، خلينا نفتح شويه تفاعل. التفاعل النفقات ما هو صديقنا نجم الدين يحب يتفاعل معاك بعد اذنك يعني. مرحبا مرحبا. هلا سي مراد، انا ديما نحب نستوضح من عندك وباش يفهم المستمعين الكرام، حبيت ان نقول لك معناها الثلاثيه الاولى هذه اللي حكينا عليها جان في مارس 2024 من داخل الدوله زادت، الى اي مدى كان العفو الجبائي اللي تم اقراره في قانون ماليه 24 دور في الزياده هذه واقبال التونسيين على استخلاص الديون المتخلده بذمتهم في الاتجاه هذايا، وهل انه كي تقولي انت ميزانية نقصت معناها النفقات، هل أنه ما قمناش بالمشاريع اللي كانت مبرمجة؟ بالضبط، هي رأي النفقات ما نقصتش، أما النسق اللي تزيد به النفقات أقل من النسق اللي تزيد به الموارد. أي بالتالي أي. معناها سيتان غيتم، هو فهمت معناتها النسق بتاع النفقات كان أقل من نسق الموارد، على خاطر تحكمنا في نفقات التسيير بالأساس، وتحكمنا في نفقات الأجور لأول مرة كذلك، يعني 12 سنة ولا 13 سنة، شنو معناها تحكمنا في النفقات؟ مش معناها ما زدناش في الأجور، لا، الإدارة التونسية اليوم قاعدة ترشد في التصرف في الأجور، ترشد في الترقيات، اللي كما تعرف قبل كانوا العباد يرقيوا بعضهم راهو، وكانوا يرقيوا أرواحهم، اليوم زيادة في الأجور 2% فقط، مش معناها زيادة الأجور القانونية تنحات، لا لا بالعكس هي موجودة، ولكن هاك الترقيات وهاك المناصب الوهمية وكل المسألة بتاع الأوضاع اللي ماهيش مستقيمة فيما يتعلق بالمكافئات والمصاريف الزايدة في الإدارة نقصت به. ثم كذلك نفقات التسيير ما تجاوزتش 360 مليون دينار تقريبا، نفقات التسيير ما تعرف الكراهب والضوء والماء، اليوم فما ترشيد للنفقات هذه. نفقات الدعم زادت، وهذا يدل لأنه الدولة التونسية زادت بنسبة 11.3%، زادت بنسبة 11.3% بالضبط، أما كي نزيدوا معها الإعانات للعائلات محدودة الدخل نلقاو زيادة 22%، توجه الاجتماعي. الدولة التونسية اليوم دولة تلعب دورها الاجتماعي بالكامل، راهو 22% في الظرف هذا يزيدوا من عام لعام، راهو ماهوش مبلغ هين، ماهوش مبلغ هين. الحاجة الباهية زاد اليوم اللي نفقات التمويل معناها الفائده نتاع الدين معناها الى حد ما تحكمنا فيها، ما فاتتش 1.8 مليار دينار، ومع ذلك خرجنا فقر. اش معناها نفقات التمويل ولا فائده الدين؟ ماك تعرف تو واحد كياخو كريدي يرجع الاصل، انت سلفتني مليون بنسبه فائض 10%، مش نرجع لك 11%، هكا ولا مش نرجعهم لك على 10 شهور كل شهر 110، ال 110 فيهم 100 اصل وعشرة فائدة. صح، الفائدة هذيك بصفة عامة تحكمنا فيها الفوائد متاع ديون تونس الكل في الربع الأول من العام الحالي، تكلفوا لنا 1.8 مليار دينار. الحاجة الباهية أنه أغلب الفوائد هذه ما خرجتش من تونس، خذينا من بنوك تونسية، فوائد قاعدة تدور في نسميه احنا لازون مونيتاخر، أو فما حاجة في السياسة المالية التونسية اليوم، فما حاجة إيجابية جداً أنه نعول على مواردنا في سياق أنه خلقنا منطقة نقدية، خاطر أنا كي نتسلف من عندك أنت ما ضاعتش الفلوس راهو. معناها خاطر أنا باش نستهلك ومن بعد الاستهلاك هذاك باش يعود بالنفع كقيمة مضافة وكنمو عليك أنت وعلي أنا، وتقعد الفلوس تدور في نفس المنطقة، مش كيما ناخذوها مثلا من جهة مالية أجنبية مقرضة. فبالتالي 714 مليون دينار نفقات تمويل معنى خدمة دين خارجي فقط، هذه من أضعف
المبالغ اللي سجلناه. ان حبيت ان نقول على حاجه اخرى انه بالنسبه الموارد الاقتراض الخارجي تراجعت وما جاوزتش يعني تقريبا 408 مليون دينار اللي هو مبلغ بسيط. صحيح في تسديد اصل الدين فما ارتفاع كبير، هذا مش جاي من الديون نتاع العامين هذو ولا نتاع ثلاث سنين هذو، هذا جاي من ديون قديمه معناها من ديون متراكمه معناها عندها سنوات. ثم حتى ديون راهو خديناها زمان بن علي تو نخلصوا فيها راهو. اي موجوده اي موجوده. وثم حتى مطالبات وكنت تتذكر ثم تدقيق طلبه السيد رئيس الدوله في المديونيه التونسيه عام 2022 وثم تقرير تقدم له من لجنه خاصه. فما مطالبات اليوم مش انه الديون اللي ما استنفعش بها الشعب التونسي معناها مشاو هكاكا، وفما امكانيات لاثبات انه فما ديون ما استنفعش بها الشعب التونسي انه ما يخلصهاش الشعب التونسي، لانه وقت اللي انت تمول اطراف وهذا صار قبل الثوره وبعد الثوره، تمول اطراف اللي تبدد مقدرات الشعب التونسي او 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 ما الى ذلك من اشكال سوء التصرف في المال العام، فانت تنجم الجهه اللي اقرضت واللي ما تبعتش الفلوس انها تمشي للمستحقين نتاعها. يعني كيما البنك، البنك كي تسلفك باش تبني حيط يجيك راه واحد من البنك يشوف الحيط تبناه ولا لا راه. معناها هذه الجهات المقرضه في العالم تتبع. فاليوم احنا مع الاسف نعانيو في مبالغ متخلده بالذمه. متخلده بالذمه واحنا ما استفعناش منها في العشريه الفارقه. سي مراد انت قلت كلمه مهمه أنا ما نجمش نمر عليها مرور الكرام، قلت وأنه هذا التعافي دائم سيدوم. سي مراد من وجهة نظر اقتصادية شنو هي الضمانات اللي تنجم تقدمهم لنا للتأكيد على أنه التعافي هذا باش يدوم لسنوات القدام؟ والله الضمانات هي أرقامي. أي تفضل 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 تفضل. شوف احنا إجمالا العجز اللي نستناو فيه في ميزانية الدولة العام كامل، خاطر تو احنا نحكيو على الربع الأول برك، باش يتراجع من 2024 من تقريبا 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي باش يتراجع إلى 5.2% في 2025 وإلى 3.9% في 2026. إيش معناها؟ كي أنت ماشي للتراجع وماشي للتحكم الاتجاه التنازلي هذا، يعني اللي أنت المالية نتاعك ولات مستقرة وعندك موارد قاعد تقوم بالتعب نتاعها بشكل معناها مستدام، وبالتالي انت باش تحقق من هنا ل 2027 2028 انا اعتقد ان نهائيا سننسى في قاموس الاقتصاد التونسي كلمه عجز سواء في القطاع الخارجي ولا في الماليه العموميه من هنا ل 2027. واضح. هذا بالارقام وبالتقديرات اللي صادره من وزاره الماليه ومن البنك المركزي وحتى من جهات دوليه، من البنك العالمي، من البنك الدولي، ومن صندوق النقد الدولي، ومن البنك الاوروبي للانشاء والتعمير، اما اجماع دولي واقليمي ومحلي على ان ما نحكيش على الخبراء، لا نحكي على تقارير اللي صادره على جهات عندها بيانات ضخمه في الاقتصاد وتتبع في العالم الكل. تونس من الدول القليله جدا الشرق الاوسط خارج الدول المصدره للنفط وفي شمال افريقيا اللي العجز نتاعها باش يوصل تقريبا ل 3% نفس مستوى العجز في بريطانيا تقريبا في 2026. انا اعتقد في 2027 سننسى من قاموسنا كلمه عجز. لتحقيق الاهداف هذه راهو فما منهجيه راهو رسمتها وزاره الماليه لدعم المنح التصاعدي لموارد الميزانيه. الاساس انك هنا او الاختيار اللي قاعد يصير في تونس هو اختيار صعب انك تعمل على مواردك. التقديرات والتقارير الكل تشير ان موارد الميزانيه باش تزيد تقريبا بين 2024 و 2025 بنسبه 5.3%، هذه ارقام حصريه نعطيها لكم اليوم في الاذاعه الوطنيه المحترمه. وباش تزيد ب 8.7% في 2026، هذا راهو ماهوش امر هين وباش يعطي حيز وهامش مناوره محترم جدا. لنرجع لكلام استاذي في نجم الدين كيف يقول
احنا انجزنا او لم ننجز المشاريع التنمويه اللي هي بيدا منظامنا الاساسيه كما قالوا بارك الله فيه، معناها لتحريك عجله الاقتصاد، احنا انجزنا. باش نبداو واضحين، احنا انجزنا استثمارات ضخمه جدا في الربع الاول على الاقل من العام هذايا ب 630 مليون دينار، واللي هو مبلغ محترم خاصه انه احنا خلصنا برشا كلبيه. واضح جدا سي مراد، يعطيك الصحه، شكرا جزيلا سي مراد الحطاب المختص في المخاطر الماليه على كل ما افدتنا به، وراو لقاءاتنا باش تتكرر ان شاء الله في اكثر من مناسبه لتوضيح كل الشرف. شكرا جزيلا، بارك الله فيك سيدي، نرجع لك نعيم. من الفلوس ومن الاقتصاد وهكذا كانت واضحه هكا، حتى اللي يسمعنا يفهم شنيا، راه خاطر انا واحده من الناس قبل معناها كي نقرا هكا نراه برشا فلوس، اما كي تفهم هكا حتى المواطن اللي يسمع فينا يفهم شنيا الفلوس هذه فين ماشيه مبسطه. باش نمشيو للموضوع اخر، احنا ديما نحكيو على افريقة جنوب الصحراء، وديما في كل شهاده وفي كل لقاء ديما نحكيو على حكايه يجيبوا صغار، حتى المراسل نتاعنا في إذاعة صفاقس كي كان تحدث قال كي كان توجه العامرة قدمت له امرأة زوز صغار وهي حامل زادة صغار، على أساس قالت له ولادي توانسة يعني وكأنه ولات انهم يجيبوا صغار في تونس يمكن طريقتهم هما باش يحصلوا على الجنسيه التونسيه، اللي باش نعرفوا هل من حقهم الحصول على الجنسيه التونسيه الصغار نتاعهم المولودين في تونس والتمتع بالحقوق. هو بصفه اليه شهاب باش تاخذ الجنسيه التونسيه باش تتمتع بالحقوق ككل تونسي، معناها كيفنا بالضبط. باش نفهموا الموضوع هذايا من الجانب القانوني معنا عبر الهاتف الباحث في القانون والناطق باسم محاكم المهدية والمنستير سي فريد بن شحا. صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم كافة المستمعين. الله يخليك سي فريد، هو بصفة عامة معناها شنية هي شروط الحصول على الجنسية التونسية؟ إيه، كي نرجع لمجال الجنسية فما على الأقل أربع شروط باش ينجم شخص يكون عنده الجنسية التونسية. إما بموجب النسب، معناها كل تونسي يتولد يكون عنده بو تونسي وأم تونسية اوتوماتيكمون تكون جنسية تونسية، أو بموجب الولادة بتونس وتنرجع له بعد فيما يخص أفارقة جنوب الصحراء، أو بمقتضى القانون ويحكي لنا على المرأة التونسية ولا المرأة الأجنبية تتزوج من تونسي تنجم تكون عندها الجنسية التونسية إذا كان الزوجين مقيمين بتونس منذ عامين على الأقل. والشرط الأخير هو عن طريق التجنس ينجم منح الجنسية بمقتضى أمر لكل شخص أجنبي اعتاد الإقامة بتونس منذ 5 أعوام سابقة. دونك لما ينجم كل شخص يتقدم بمطلب في الجنسية ما نحكيش عليه تولده، كل شخص ثبت معناها أجنبي متزوج بتونسية وزوجان مقيمين بتونس وقت قدموا الطلب، ولا أجنبي قدم خدمات جليلة لتونس كان ذكروش وقتها كرة حتى لاعبين بتاع كرة قدم تم منحهم الجنسية. فيما يخص الموضوع بتاعنا احنا في خصوص الولادة اللي هي أحد أسباب اكتساب الجنسية، مش كل تونسي يتولد في تونس ينجم ياخذ جنسية. علاش؟ معناها الولادة في تونس أحد العناصر لكن مش عنصر هو الوحيد على أساسه يقع منح الجنسية. علاش علاش دكتور فريد علاش؟ لأنه الفصل 7 من مجلة الجنسية، شكون اللي كي تولد في تونس ياخذ جنسية؟ هو من ولد بتونس وكان أبوه وجده للأب مولودين بها أيضا. هذا الوضعية الأولى. الوضعية الثانية، كل تونسي ولد بتونس شكون اللي نعطيه الجنسية، عفوا، كل أجنبي ولد في تونس من أبوين عديمي الجنسية، معناها فما عباد يكونوا ما عندهم الجنسية ويتولد في تونس ويقيم في تونس منذ 5 أعوام على الأقل يقع منحه الجنسية التونسية. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث هو اللي يتولد في تونس من أبوين مجهولين. ما يكفيش أنك تكون تولد في تونس معنا بار اليميناسيون كي نحبوا نعملوا ريكارتا، وشكونهم الافارقه اللي جاوا لتونس من جنوب الصحراء ونجم ياخذوا الجنسيه التونسيه؟ اذا كان ولد في تونس ويكون ما عندوش معناها ابوين جنسيتهم معروفه، معناها يكون الجنسيه نتاعهم معناها ابوين عديمي الجنسيه، ولا يتولد وما نعرفوش معناها يولدوه ويقع القاؤه في الشارع، هذوكم اللي يقع منحهم الجنسيه. دونك اما يكون يتولد في تونس من أبوين مجهولين ما نحكيوش على شرط الإقامة، أو يتولد في تونس من أبوين عديمي الجنسية ويكونوا مقيمين في تونس منذ 5 أعوام، هذا هم اللي نجم ياخذوا الجنسية. ما عدا ذلك لا يمكن
منح الجنسيه بمجرد انهم تولدوا في تونس. هو السي فريد كي نقولوا عديمي الجنسيه، هو اغلب الافارقة جنوب الصحراء اللي دخلوا لتونس اغلبهم من غير اوراق، يعني اصلا انت ما تعرفش الجنسيه نتاعهم، يعني هكا نجموا نقولوا انه اولادهم اللي تولدوا في تونس ينجموا يتحصلوا على الجنسيه؟ فما امكانيه خاطري باش تصير ابحاث اذا كان ثبت انهم الابوين عديمي الجنسيه فما شرط نسيته تو انا هم مقيمين في تونس منذ 5 أعوام على الاقل. هو انا شفت فيديو امراه قالت عندها 20 سنه مقيمه في تونس وولدت توينسا. اذا كان الوضعيه هذه بالابحاث اللي باش تصير وثبت اني عديمه الجنسيه فانه من حقك الابن اللي تولد في تونس انه ياخذ الجنسيه التونسيه بمقتضى مجال الجنسيه. يعني هما يظهرلي فاهمين الحكايه خاطر هما بالحق عمناو البرك في صفاقس فقط فما تسجيل 400 حالة ولاده 2023 في صفاقس فقط. معناها هذوما ما نصورش كلهم معناها الماجوريتي نتاعهم باش نلقاهم خاطر هما هذوما الساعه دخلوا بصفه غير قانونيه لتونس وتم عرضهم على المحاكم وتحاكموا ولنا في الابحاث اللي صارت كلهم عاده تنطق عندهم جواز سفر ويدخلوا من غير النقاط الرسميه نتاع الحدود وكلهم عندهم الجنسيه نتاعهم كلهم عندهم الباسبور باش تلقى حالات نادره الا الاشخاص اللي بداوا فاهمين القانون وجايين باش يحيلوا على القانون ويقولوا راه واحد عديم الجنسيه ورغم ذلك يقع القيام بالابحاث اللازمه اذا كان ثبت انه شخص ولد من اب وام عديمي الجنسيه وعنده 5 سنين موجود غادي يكون احد الاسباب لمنح الجنسيه تبقى للقانون التونسي. وكيف كيف اذا كان ثبت شخص ولد وما نعرفوش شكون ابوه وامه لمجرد ولادته في تونس فانه من ابوين مجهولين ينجم ياخذ جنسيه. ما عدا ذلك ما نجموش نعطيهم الجنسيه. في صوره ما اذا منح الجنسيه فيما الجانب المتعلق بالحقوق الممنوحه للمتحصلين على الجنسيه من افريقيا جنوب الصحراء هي نفس الحقوق ولا فماشي تفصيلات؟ يجاوبنا يقول لك الشخص الذي اكتسب الجنسيه التونسيه يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابه له معنى اكتسابه لهذه الجنسيه بجميع الحقوق التي يتمتع بها التونسي ما عدا بعض التحاجير المتعلقه بالمتجنسين بها اللي يعطيهم ما تولدوش فيها ما خذوش الجنسيه لكن اكتسبوها عن طريق التجنس هذيك فما بعض التحجيرات. ما عدا ذلك كل شخص خذ الجنسية التونسية بمقتضى الولادة وتوفرت الشروط اللي كنا نحكيو فيها يصبح عنده نفس الشروط ونفس الحقوق المدنية والسياسية اللي تمتع بها التونسي وهذا اللي يميز التونسي عن الأجنبي العاد ما عندوش نفس الحقوق مع التونسي كسواء في حق الشغل ولا في حق الترشح وحق الانتخاب ديما يكون معناها عنده أقل حقوق فرافور لتونس ومش كان في تونس هذا في عديد الدول ديما المواطن عنده أكثر حقوق من الاجنبي بعد الحقوق الاساسيه اللي يتمتع بها التونسي والاجنبي كيف كيف كما الحق في الحرمه الجسديه والحق في الحياه والحق في التعلم وغيره. ما عدا ذلك الحقوق المدنيه والسياسيه ديما المواطن عنده الافضليه في حق السكن في حق التملك كل ذلك التونسي يكون مبجل على الاجنبي وغير كل موجود بمبدا المعاهده المثل في عدد الدول. ما عدا ذلك اذا كان خذ الجنسيه واصبح تونسي ديجا باش يتقيد في الحاله المدنيه اللي هو جنسيته تونسيه وباش يقع معاملته ككل تونسي. واضح. دكتور فريد بعد اذنك نجم الدين العكاري محلل الحصه باش يتفاعل معك. عايشك الدكتور. في الحاله هذه اذا اكتسب الطفل الجنسيه التونسيه الوالدين نتاعو خاصه والدته كحاضنه هل بدورها تتحصل على الاقل مش على الجنسيه على الحق الاقامه القانونيه في بلادنا؟ شوف لما اذا كان هو خذ الجنسيه ونرجع نرجع توا لشروط بالنسبه لي هل هي الساعه ام تنجم عندها الحق تكتسب الجنسيه ام لا؟ لان قلنا الوضعيه الوحيده اللي تنجم المراه الاجنبيه تاخذ الجنسيه هي اما التجنس تتقدم لنا بقرار يصدر امر معناها ويلزم تقدم مطلب لوزاره العدل يصدر امر من رئاسه الجمهوريه بمنح الجنسيه سينو يلزمها تكون متزوجه بتونسي وفي الحاله هذه تنجم تاخذ الجنسيه التونسيه اذا كانت مقيمه مع الزوجه ذاك مده عامين. ما عدا ذلك فانه بالنسبه للسؤال اللي سالته انت كم تسمح تعاود تسالوني بالنسبه شنو الاقامه هو انا لم اسال على الجنسيه بالنسبه للاقامه راهو يبقى ذاك كحاضنه يبقى خاضع لتقدير الدوله التونسيه لانه يعني حتى في التجنس توا فما وضعيات يعترض فيها رئيس الجمهوريه من منح الجنسيه فما وضعيات يقول في مجلة الجنسية أنه يجوز لرئيس الجمهورية أنه يعترض على منح الجنسية يجوز لرئيس الجمهورية الفصل 15 أن يعارض بأمر في اكتساب الجنسية التونسية لأن كيف كيف كوسكي إقامة وغيره
يقع خاضع للسيادة الوطنية، وهي كما الدول الأوروبية وغيرها، فإنه الحق في الإقامة ينجم بمقتضى الحضانة أنه يقع منحة الإقامة، ما يكفي إقامة مؤقتة أم إقامة دائمة، تبقى خاضعة لسلوك ذلك الأجنبي على التراب التونسي، للبحث الأمني اللي باش يجرى، وعلى أساسه يمكن منح الإقامة أو معناها سحبها منها. تبقى معناها مسألة داخل فيها الأمني مع السلطة التنفيذية، هي القبر كابر كا منح الإقامة من عدم. واضح. شكرا جزيلا دكتور فريد بن جحال، باحث في القانون الناطق باسم حاكم المهدية والمنسير، على كل هذه المعطيات الدقيقة اللي أفتنا بها، مهم جدا في هذه الظرفية، وأن نوضح للناس من وجهة نظر قانونية شروط منح الجنسية، خاصة فيما يتعلق بفريق جنوب الصحراء. نواصل معك نعيم. هو اللي فهمناه من هون ينجموا يتحصلوا، لكن ثم شروط معينه وما هيش سهله الحكايه معناها. لكن انا هون قبل ما نمر شهاب نقطه صغيره، وقت اللي احنا هما يقولوا احنا ماناش جايين باش نستقروا في تونس، تونس رانا باش نتعدى وجايين وباش نتعدى، لكن راهو كيقول لك سي فريد يلزموا 5 سنين باش تحصل عليها الجنسيه هذيه، يعني متضاربين هما. حتى في يجيبوا الصغار بيقولوا احنا توانسه، وهما يلزمهم 5 سنين باش ياخذوا الجنسيه، ومن شيرة يقول لك احنا تونس برشا. اي معناها ماهيش سهله الحكايه، هو لا يعذر الجاهل بجهله. احنا يقول لك نعرف نعرف معناها على خاطر في الفيسبوك يتقال برشا كلام، هذا هو معناها نحسوا نوع من الاستهبال هما الافريق الجنوب الصحراء. هو معناها يكون مثلا ايفواري ولا مالي ولا غيره، معناها عنده جنسيه ما ياخذش جنسيه، ما ياخذش الا لما يكون مجهول الجنسيه. مجهول الجنسية. يمكن على ذلك هما يجيو من غير اوراق، يقول لك ما يعطيكش ال هما يبحثوا يعرفوا اللي هو هذاك من انا بلاده. مش معناها ما يجيش باوراق ومعناها راه هو ما عنده الجنسيه، هذا اللي يمشي في بالهم. لا لا نحكي لك عليهم هما مش نحن، معناها فما قانون فوق الجميع اكيد. طبيعي طبيعي. الموضوع الثالث لليوم هو مجلس الوزراء ومصادقته لمشروع قانون تنقيح الفصل المتعلق باحكام الشيك دون رصيد. رئاسه الحكومه كانت اشارت في بلاغ البارح انه العدد الجملي للمودعين بالسجون من اجل ارتكاب جريمه اصدار شيك دون رصيد وصل ل 496 مودعا، منهم 292 محكوم و 204 موقوف. اللي يجلب الانتباه في الارقام هذه شهاب ونجم هو انهم ال 496 هذوما اصدروا 11265 شيك، يعني باعتبار انه كل شيك دون رصيد يمثل وحده ملف قضي، يعني كل شيك يمثل قضية، يعني احنا 496 اصدروا 11000 ولا 12000 في ثلاثة، 11000 قريب 12000 قضية في مجلس الوزراء. وحسب البلاغ اللي اصدر قال انه المشروع القانون هذايا يندرج في اطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملائمة السياسة الجزائية. نحب نرجع معك شهاب ونجم على اهم ما جاء في المشروع القانون هذية، فيه مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف، فيه كذلك التنصيص على إمكانية استبدال العقوبة الجنسية السجنية عفوا بعقوبة بديلة، تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان اللي توا قاعد معمول به في برشا أغلبيتهم يتعاملوا به شيك دو غارانتي، اقرار وجوبيه ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسه، يعني مش كل قضيه جلسه واحده، وتوسيع نطاق اجراءات التسويه ليشمل بالاضافه الى مرحله التتبع والمحاكمه مرحله تنفيذ العقاب. هذا اهم ما ضمنه مشروع القانون بطبيعه بعد ما صدق عليه مجلس الوزراء في انتظار عرضه على مجلس نواب الشعب، وهو المشروع هذا ينتظروه برشا نجم وشهاب باعتبار المشاكل اللي صايرة فيه. هو في الحقيقة لقى طريقه في اتجاه مجلس النواب مع استعجال نظر، معناها ما نتصورش ممكن مع قبل العيد ولا بعد العيد بشوية قبل ما تسكر السنة البرلمانية الجديدة هذه اللي احنا فيها باش يكون خرج، لكن
الناس استناتوا كما قال رئيس الجمهوريه قبل نهارين ولا ثلاثه، قال يلزموا فيسا وقال راهو طال اكثر من اللازم. الناس برشا تستنى فيه كما قلت انت، برشا ناس عندنا خارج الحدود هاربين من احكام ولا من فوق 10,000 كما قالنا سي عبد الرزاق حواس البارح. وثما ناس ريشيرشي قاعدين هنا في تونس لكن متخبيين، معاش النشاط نتاع مؤسساتهم ما عادش يخدموا. لكن الجديد الناس كانوا يستناو في عفو عام على الاقل، او عدم التنصيص على عدم سجن كل من يصدر شيك بدون رصيد. هذه اليوم ما جاتش، هذه عملت نوع من خيبه الامل لدى الناس المتعاملين المشمولين بقضايا سكوك بدون رصيد، وهي برشا مش المحكوم بهم اللي يقولوا في حدود 500 واقل شوي. لكن شنو الجديد في هذه؟ في هذه جات العقوبه البديله، معناها هو الشيك هو جنح بدون رصيد، معناها اقصاها 5 سنوات وتنجم حسب قيمه الشيك. خاطر كيما مثلا انا عطيت شيك سون بروفيزيون ب 500,000 مش اللي كان عطيها ب 30 مليون و 50 مليون. هذا ثم فرق، معناها ما نجمش يعطيك، انت عاطي مثلا 250,000 ما نجمش يعطيك 5 سنوات. فهمتني؟ يعطيك اقل، ما نجم توصل حتى للشهر ولا حاجه. العقوبه السجنيه هذه يعني قيمه الشيك هي تحدد العقوبه، عمل اقصاها اقصاها 5 سنوات. فهمتني؟ ما نجمش قلت لك 250 ولا 100,000 ولا 101، يعطيك 5 سنوات. والحاجه الثانيه هي العقوبه البديله اللي تجي لاول مره، معناها ينجم يحكم عليك بعد مصادقة عليه، يحكم عليك مثلا بشهر او سنه او سنتين. خاطر يقول لك 5 سنوات ما عادش باش تطيح، ما قالوش قداش، متنجم تكون الاقصى نتاعها يولي 3، يولي حاجه باش يحددها ممكن نص تطبيقي. لكن في عوض باش تعديها في الحبس تعديها خدمه مدنيه او غيرها عقوبه بديله اللي يقررها القاضي وقتها. الحاجه الجديده الثانيه هي كما قلت انت، كي تدخل الجلسه وانت عندك 4 شيكات سون بروفيزيون دخلت بهم للجلسه، ما عادش تاخذ في كل واحده مثلا عام ولا 5 ولا حاجه تولي لك 20، مثلا 5 في 4 تولي 20، لا خذيت واحده برك تولي كانها واحده برك وجوبيه. هذا قال قضيه واحده، قضيه واحده معناها تاخذ حكم واحد. معناها في عوض 20 تاخذ 5 مثلا، كان هي 5 مثلا قبل القانون عادي واحد يوصل 100 عام ينجم في حد يوصل واحده، على خاطر كل شيك دون رصيد عليه 5 سنين حبس. اي في الاقصى. الحاجه الاخرى اليوم التسويه تنجم تكون قبل ما يصير الحكم البيت، تنجم تلقى حل انت والسيد اللي سالك وتتفاهم انت وياه ويتيح الحكم. هذا اللي حبيت نساله لك نجم، سامحني تو احنا كي نحكيو على شيك دون رصيد وهو فيه فلوس كما قلت انت، مش كيما 500,000 مش كيما 100 مليون، كي انا نتجه للعقوبه البديله، شكون باش يضمن للسيد المتضرر اللي هو عنده الشيك هذاك، شكون باش يضمن له انه فلوسه باش ترجع ويكون للسيد ما هذاك حق مدني يبقى. مثلا انت تسني زوز ملايين تقعد تسالهم اني ما يتيحش، هذا هو اللي باش يسمعنا يحب يفهم زاد، خاطر فما متضرر. مش خاطر تحكم عليا بعام ولا خدمه مدنيه البديله ولا حاجه راهو باي باي في فلوس، هذا هو. لا يبقى والدين يبقى، الدين يبقى، هذا اللي حابين نعرفه. في الحالات الاخرى قبل ثم برشا ناس ينجم يدخل للحبس وعنده عائلته لبرا باش يخلصوا له، يبيعوا دار يبيعوا ارض يبيعوا كهرباء يبيعوا حاجه على اساس باش يلموا الفلوس. لكن اذا تم الحكم البات صدر اليوم وانا عندي الفلوس باش نهزهم لكن ما خلطتش اليوم ولا بعد جمعه خلط، ما عادش تخرج، ما عادش تخرج وانت لميت الفلوس الكل واعطيتهم للدي، ما عادش حتى بعد يوم، حتى بعد يوم اليوم يلزم القضي العقوبه، يلزم تقضي العقوبه كامله 10 20 5 3 سنين اللي هم تقضيهم الكل. توا في المشروع القانون هذا اللي باش يتصادق قريب حولها ان شاء الله، في هذا تكون انت تخلي الحبس في بالحكم تحكم مدة معينة في السجن، عام 2 3 4 5، وعائلته دبروا المبلغ المالي هذيك وهزوه للسيد وعطاهم شهادة خلاص يقدموه للمحكمة يولي يخرج. ممتاز. حتى ما مثلا هو عنده عام مثلا عدى منهم شهر يخرج، ولا بعد عام هما حذروا الفلوس وهو عنده 20 سنة يخرج، يخرج ما كملش 19 سنة. هذه حاجة جديدة جابها مشروع مهمة القانون، جدا مهمة جدا، معناها عندك العقوبة البديلة اللي متنجم ما تدخلش للحبس لكن تعدي المحكومية متاعك في عمل مدني أو غيره. والحاجة الثانية هي هذه، نبقى وهنا نستناه هل أنه بعد ما النواب يناقشوا ويصادقوا على مشروع الحكومة هذا، هل المبادرة القانونية اللي فيها أساسها هي العفو على المسجونين الموجودين حاليا في السجون باش يخرجوا ويخلصوا ولا لا، هل باش يتعدى ما يتعداش، هذيك حاجة أخرى. خطر باعتبار الناس الكل مشمولين بالقضايا إصدار شكوك سواء الريشيرشي وإلا الموجودين في الخارج، ثم في برشا بلدان قريبة منا ثم قهوة يقولها قهوة الشيكات ولا تسمى معناها متاع الهارب
المغاربين التوانسه اللي غاديين غاديكا ويتقابلوا فيها، وايضا الرشرشي بالالاف زاد حتى هما اللي عندهم قضايا نتاع سكوك بدون رصيد من واحد حتى القديش من شاك. لكن الحاجه اللي هي اكدوا عليها واللي هي وجوبيه تجريم معنا شاك الضمان موجوده من قبل لك متواصله، خاطر انا كيفاش نشري من عندك هو شاك ما لازمنيش نعطيك شاك جارونتي، لكن موجوده وهذه تسبب في المشاكل. ان شاء الله يتعدى قبل العطله البرلمانيه. الموضوع الاخير لليوم هو البارح كتب الدوله لدى وزيره الاقتصاد سمير عبد الحفيظ كان في جلسه استماع بالبرلمان واكد انه ما فماش نيه للدوله في خصصه شبكه الكهرباء ولا في التفويت في الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، وقال زاده انه الوزاره اعادت استراتيجيه الانتقال الطاقي وتمت المصادقه عليها خلال عرضها على مجلس وزاري. كاتب الدوله سمير عبد الحفيظ كان قال انه وزاره الصناعه وضعت ثلاثه انظمه لانتاج الكهرباء، وكان اكد على حاجه مهمه برشا انه تونس قادره على تخزين الطاقه الكهربائيه عبر توفير البطاريات ومحطه ضغط في الشمال الغربي، وانها تعتمد اليات تشجيع لفائده الشركات التونسيه لانتاج الطاقه البديله والمتجدده اللي هي توا حاجه لازمه في ظل الوضع اللي احنا فيه. مهم جدا عدم التفويت في المؤسسات. هو راه مش الكلمه هذه راهي مش من اليوم، شوف ثم قرار من بداية الدولة حتى في عهد بن علي كانت في بداية في الخوصة وفي غيرها بايع مؤسسات الدولة، قالت ثم زوز قطاعات استراتيجية مستحيل نفوت فيهم هي الكهرباء والغاز والصنات، قالت هذوما مستحيل أن نفوت فيهم. لكن اليوم عندنا من 2016 وحتى من قبل التاريخ هذايا الخواص ينجموا ينجوا الكهرباء بأي طرق منهم، سواء البديلة ولا حتى بطرق التقليدية، ويبيعوها الخواص هذوما التونسيين ويبيعوها للشركة ضرورة للستيك، هذا عندهم الحق فيه الخواص ينجموا، معناها خصصة الانتاج مش خصصة التسيير والامتلاك. شكرا نجم، شكرا نعيمة. نفيسة حسني بعد قليل في تأمين موجز الأنباء. نذكر السادة المستمعين وأنه الدكتور نبيل ناجي كهيئة مدير بإدارة حماية المحيط الحضري ببلدية تونس باش يكون حاضر معنا في فقرة الملف. كل يوم من 11 الماضي ساعة